لما تشوف طابور طويل واقف علشان كيس سكر وانت مش فيهم علشان عندك اللي مكفيك اشكر ربنا. قبل يوم واحد في الشهر بتلاقي ناس وطوابير كتيرة واقفة قدام الاي تي ام علشان يقبضوا وانت مش فيهم علشان عندك اللي مكفيك لو حتى يوم او يومين اشكر ربنا. لما تقف علشان تشتري فراخ ولحمة وجنبك ناس بيشتروا كميات قليلة ويمكن بيشتروا هياكل وعظم اشكر ربنا. برضه لما تلاقي طوابير واقفة على فران العيش علشان يجيبوا لقمة العيش وانت معاك تشتري عيش فينو او عيش بالفلوس اشكر ربنا. انت مش جاي الدنيا علشان تعيش وخلاص، انت دايما في اختبار ومحاط بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. هتشكر ربنا سبحانه وتعالى هيزيد، وده وعد ربنا سبحانه وتعالى عليك مهما كانت الظروف والغلاء والمعيشة. لازم تبقى عارف ومركز ان كل بلاء بيجيلك او نعمة انت موجود فيها وربنا انعم عليك سبحانه وتعالى بيها تشكر ربنا عليها، الدنيا هتتغير للأحسن وبلاش تكون كالانعام بل هم اضل. ركز على النعم وما تنساش لو كنت في نعمة دلوقتي في من ربنا سبحانه وتعالى ومنه وفضله عليك وان انت كنت بتدعي بيها في يوم من الايام. اشكر ربنا سبحانه وتعالى في جميع احوالك، حتى لو اشتريت تيشيرت جديد فربنا سبحانه وتعالى اللي يسر لك الفلوس علشان تشتري.